الفنان الريفي جاسب القرناوي. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. الفنان الريفي جاسب القرناوي هو فنان عراقي ريفي، ولد عام 1962 ميلادية في محافظة البصرة في منطقة الهوير. دخل عالم الفن والغناء في عام 1979 عندما كان طالب في المرحلة المتوسطة، وكان من أفضل العازفين على آلة العود في البصرة، وخصوصا الغناء الريفي الذي تميز به الفنان جاسب القرناوي. لقد حضر الفنان جاسب القرناوي وشارك في الكثير من المهرجانات الشعبية في بغداد وباقي المحافظات العراقية، وكان له لون غنائي خاص تميز به، حيث أنه يتقن الأطوار الريفية والمقامات الغنائية إلى درجة عالية جدا من الحرفة والمعرفة الموسيقية. لقد غنى الفنان الريفي جاسب القرناوي مع كبار وعمالقة الفنانين الريفيين أمثال الفنان فرج وهاب، والفنان يونس العبودي، والفنان عبادي العماري، والفنان رعد الناصري، والفنان حسين إسعيدة. وكتب للفنان جاسب القرناوي أهم القصائد من معظم الشعراء، ومنهم الشاعر كريم السوداني، والشاعرة سعاد الشاهين، والشاعر عودة السلمي، والشاعر خريبط الحجاج، والشاعر صباح حاتم، والشاعر جبار الدراجي، والشاعر نصير البغدادي. وفي أواخر فترة التسعينيات من أكثر الشعراء الذين رافقوه بقصائدهم الشعرية، وهم الشاعر الشيخ صباح حاتم رضا الشغانبي الذي كتب الكثير من الأغاني للفنان جاسب القرناوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كما عودناكم رجعنا لكم اليوم بحلقة جديدة. حلقتنا لهذا اليوم ينقبر واحد من الفنانين الريفيين اللي يمتازوا بأصواتهم المميزة وصوته الريفي المميز، ألا وهو الفنان جاسب القرناوي. هذا الفنان ولد سنة 1962 في محافظة البصرة في منطقة الهوير، واعتنق الغناء سنة 1979 في مرحلة المتوسطة. أجاد الفنان جاسب القرناوي جميع الأطوار الريفية وتميز بطور ريفي مميز. شارك الفنان الريفي جاسب القرناوي في العديد من الحفلات الريفية وغير الحفلات الريفية التي أقامها في بغداد وباقي المحافظات العراقية. غنى الفنان جاسب القرناوي مع عمالقة الفن الريفي أمثال يونس العبودي وعبادي العماري ورعد الناصري والفنان حسين إسعيدة. الفنان جاسب القرناوي كان إلى دور مميز بالغناء الريفي والأطوار الريفية المميزة. الفنان جاسب القرناوي التحق بصفوف الجيش العراقي وشارك بالحرب العراقية الإيرانية، وفي معركة نهر جاسم تعرض إلى بتر في ساقي اليمنى واليسرى، وبقى هذا الموقف يعاني من عنده الفنان جاسب القرناوي. وكتب
الكثير من الشعراء قصائدهم الغنائية للفنان كاسب القرناوي. وأيضا الفنان كاسب القرناوي استمر في مسيرته الغنائية وحتى عام 2000، وبعدها انتقل في سنة 2003، توفي بعد صراع طويل مع المرض وتعرض إلى جلطة دماغية. على أثرها توفي الفنان كاسب القرناوي. رحل الفنان كاسب القرناوي ليترك لنا ألبوم ريفي كبير جدا ومجموعة من الأغاني الريفية. اليوم بناء على طلب الكثير من الأصدقاء اللي طلبوا من عندنا أن نوصل إلى قبر الفنان الريفي كاسب القرناوي، وصلنا اليوم إلى قبره. بناء على طلب الكثير من الأصدقاء اللي طلبوا من عندنا أن نوصل إلى قبر الفنان الريفي كاسب القرناوي. طبعا في بداية الأمر أحب أوجه شكري إلى الأصدقاء اللي دلونا القبر، وإلى الأخ ظاهر ابن الفنان كاسب القرناوي اللي تواصل وياي واللي دز لي السي بي الكامل عن حياة أبو الفنان كاسب القرناوي اللي هو في مدينة البصرة. طبعا أكو هواي من الناس اللي يسيلون يردون يوصلون إلى قبره واللي دليناهم بقبره. طبعا اليوم تفاجئنا من جينا إلى القبر لقينا الناس طوابير طوابير اللي لازم أسرع على القبر. يعني لا تفر الكاميرا هيك، شوف هذا طابور هيك شيء، طابور هيك شيء بهالجهة، وطابور من هذا الشارع. يا أخي أنتم ما جئتوا توصلون للقبر، لأنه أشوف القبر حتى ما حد واصله صار له يمكن سنة. فأنتم يعني جاي سيلون وليش مدلينا بيه ونريد نمشي. سبق وقلت لكم أول شيء أنا مو دفان، أشتغل بالمقبرة، أنا رجال إعلامي من محافظة. وكان للفنان الريفي كاسب القرناوي ظهور في برنامج ديوان الريف في الإذاعة والتلفزيون، وسجل الكثير من الكاسيتات ومن أشهر الأغاني التي اشتهر بها الفنان كاسب القرناوي. أغنية اشقد القلب يرتاح لما يشوفك، وأغنية مو كل من ضحك وياك حسبت وفي ويهواك، وأغنية حالف من بعد ما مر بيك، وأغنية جرب الصاحب قبل لا تأمنه. توفي الفنان كاسب القرناوي في سنة 2003 أثر نوبة قلبية حادة أدت إلى وفاته، ورحل الفنان كاسب القرناوي تاركا الكثير من أغانيه الريفية التي أخذت صداها في الوسط الفني وبين كل محبين وعشاق الفنان كاسب القرناوي. من مقبرة وادي السلام من جوار قبر الفنان الريفي كاسب القرناوي وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، وشكرنا إلى المصورين اللي موجودين وإلى المخرج. ولا تنسون الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس لكي يصلكم كل ما هو جديد، وانتظرونا في حلقة قادمة إن شاء الله وفنان وقصة فنان أو شاعر آخر. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتمنى عجبتكم حلقتنا لهذا اليوم بخصوص حياة الفنان الريفي كاسب القرناوي.